امبارح طبعا ودعت جماهير العربية ساحر السينما العربية الفنان محمود عبد العزيز، والحقيقة انه حالة حزن كبيرة وحقيقية أصابت المصريين. يعني أنت لما في أقل من 10 دقايق تلاقي، لما تفتح مثلا فيسبوك تلاقي فيسبوك كله في حالة من الحزن. الناس العادية، الناس مش حتى الناس بس اللي بتعمل مثلا في مجال الفن أو الإعلام أو كده، بعد رحيل خبر رحيل الفنان محمود عبد العزيز مساء أمس. محمود عبد العزيز طبعا كان في صراع أخيرا مع المرض، عرف ببراعته في تقمص الأدوار بكل تفاصيلها. شفناه في شخصية الجاسوس وأبدع فيها، الجاسوس المحترف وأبدع فيها. شفناه على النقيض في شخصية الضابط المخابرات الوطني وأبدع فيها. رجل الأعمال، مطرب الشعبي، الإرهابي، اللص، الرومانسي، خفيف الظل، تاجر مخدرات، الطيب قوي، وشفناه في الشرير قوي. عبقرية. والحقيقة أنا بقول مش هتعوض محمود عبد العزيز، فنان مش هتعوض. هو اتولد يوم 4 يونيو سنة 1946 في حي الورديان باسكندرية، هو اسكندراني، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة اسكندرية، وبعدها كمل الماجستير، أخذ درجة الماجستير في تربية النحل. بدأ مشواره الفني لما انضم لفرقة المسرح في كلية الفريق المسرح في كلية الزراعة، قدم أول أدواره التلفزيونية من خلال مسلسل الدوامة، ده كان في بداية السبعينيات، وبعدها بدأ مع السينما من خلال فيلم الحفيد سنة 74. يمكن رحلته بقى مع أدوار البطولة بدأت في 75 وراها على طول، لأن موهبته صعب قوي إنك تقعد فترة من غير ما تكتشفها، بانت على طول في أول عمل أو عملين لي. أول بطولاته كانت فيلم حتى آخر العمر، وجمهور المصري والعربي لقبه بساحر السينما العربية بعد ما برع في تقديم ما يزيد عن 84 فيلم، وقدم من خلالها عدد كبير جدا زي ما قلنا من الأدوار. كان بيقدم الدور وبعدها يقدم نقيض هذا الدور، وكان بيبدع هنا ويبدع هنا. رحم الله الفقيد الفنان الكبير محمود عبد العزيز. حقيقي 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 صعب قوي يتعوض. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. غيب الموت الفنان المصري محمود عبد العزيز عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض لم يدم طويلا. كان الفنان الراحل قد تعرض لأنيميا شديدة أدت إلى اختلال بالدورة الدموية وضعف المناعة حتى قضى أمر ربه. حد يخاف من الموت يا دكتور؟ دي اللي خاف مني يبقى تعبان قوي. كيف تخاف من الخواف؟ ولد في 4 يونيو عام 1946، كان ينتمي إلى أسرة متوسطة بحي الورديان غرب الأسكندرية. أنهى دراسته بكلية الزراعة، حصل على درجة البكالوريوس ثم الماجستير في تربية النحل. بدأ مسيرته الفنية مطلع السبعينات وحقق نجاحات في عالم الفن بتنوع في أداء الأدوار ومسار كوميدي منفرد غير مصطنع. له سجل حافل من الأدوار ذات الطابع الفريد ورصيد عند الجمهور بأعمال لم تصيبها أي من أعراض الشيخوخة وإن مرت عليها عقود، أكثرها شهرة المسلسل التلفزيوني رأفة الهجان، أفلام البريء، الكيف. إعلام ميت، إبراهيم الأبيض. مرة حلوة مفيش كلام، بس زي ما سيد شيبة الله يرحمه ما كان بيقول أروح ما بعدك روح. العذراء والشعر الأبيض، الساحر، ودور الشيخ حسني في فيلم الكتكات والذي نال عنه جائزة أحسن ممثل من مهرجان الأسكندرية ودمشق السينمائي الدولي. بات
ذات الحياة التي تدب في شريان أعماله القديمة التي تعاد على مر العقود كما لو أنها المرة الأولى، رقما يصعب معادلته. حرام عليكم، كفاية. انتوا مصريين انتوا حضارة 7000 سنة. حضارة عمر ما مصري قتل مصري عشان خاطر اختلاف في عقيدة ولا في دين ولا في ملة. اختلافنا في الجوع، في القرف، في حكم الحكام الظلمة، لكن عمرنا ما قتلنا بعض عشان خاطر عقيدة ولا عشان خاطر دين. حرام عليكم، فوقوا بقى، فوقوا. وداعا الساحر. الموت انفاس خفيفة زي النسمة، ما يحسهاش إلا المقصود. تحس ببرد نظيف داخل صدرك، هوا ملهوش مصدر، ريحته جميلة، بيروحك من الحتة اللي انت فيها. تبقى شايف الناس والناس شايفاك، لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقول لهم يبعدوه. كل اللي عليك تعمله انك تصاحبه، تطاوعه. رحل ساحر الشاشة العربية محمود عبد العزيز. خلونا ناخد على الهاتف الحقيقة، وهو بيقول في جملته الشهيرة، هو بيقول فوقوا يا مصريين، فوقوا فوقوا يا اخوانا، انتوا مصريين انتوا. بتحس وانت بتسمع الكلمة دي ان هو كأنه بيقولها على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، وهو ده مش من زمان، بس كأنه بيقول على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، على الوجع اللي احنا فيه دلوقتي. ازاي نختلف مع بعض؟ ازاي نختلف؟ كنا من امتى بنختلف على عقيدة ولا على ملة ولا على دين ولا على عرق ولا على جنس؟ فوقوا يا مصريين. ناخد مع بعض على الهاتف الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. صباح الخير يا أستاذ طارق. أهلا، صباح الخير وكل الأمة العربية. طبعا أكيد في سرادق عزاء لفنان أسعد الملايين ولا يزال يسعدهم على الشاشات، لأن الشاشات تظل تتنفس والذي يرحل هو الجسد. كقيمة فنية يا أستاذ طارق، ومفيش حد أحسن من حضرتك يكلمنا في ده، كقيمة فنية ما الذي فقدته الشاشة العربية برحيل محمود عبد العزيز؟ بصي، محمود كان بيجمع بين موهبة الجان وموهبة الكوميديان بنفس القوة. يعني بدأ حياته وهم بيعتبروه كان حسين سبق، حسين فهمي كان سبق محمود ببضع سنوات، فقال لك رمسيس نجيب، ده كان منتج كبير، وقال لك نجيب واحد شكله حلو عشان حسين بدأ يغالي في أجره، فقال لك نقدم محمود كبطل. كان ساعتها عمل أدوار صغيرة، فهم فقرروا فحتى آخر العمر يبقى الرهان على محمود كنجم وسيم فقط. دي كانت أول بطولة ليه حتى آخر العمر. أول بطولة، وزي ما قلت لك جاء إليها لوسامته، لكنه طبعا لأنه فنان كبير وفنان حقيقي وجواه معين لا ينضب من الإبداع، انطلق وعمل أدوار ما كانش فيها الوسامة هي العنوان، لا، كان فيها الإبداع هو العنوان، وهو اللي جعل محمود عبد العزيز 40 عاما أو أكثر قليلا كمان موجود بقوة، نجم أول مطلوب. كان في أكثر من مشروع سينمائي، أنا كنت عارف قبل رحيله كانوا بيتفاوضوا عليها، منها رواية اسمها قطين وصالة، هي قصة قصيرة إبراهيم أصلان، كان هيعود بها للسينما. ده بالإضافة لتواجده التلفزيوني. ما كانش رفض الرواية يا أستاذ طارق، زي ما كانت اتقال انه رفض الرواية.
لأ؟ لا ما لا لا محمود كان عنده بعض ملاحظات في التناول، لكنه لم يرفض اوضتين وصاله على الاطلاق. يعني لاخر وقت وهو عنده الطاقه، ولاخر وقت وهو عايز يشتغل. ده صحيح. ومحمود انا كنت بشوفه بيتنفس فنا، بدليل شوف انت النجوم قد ايه تلاقيهم في برامج موجودين ويتقاضوا مبالغ كبيره. شوفي محمود ما تلاقوش له برامج خالص، ملوش برامج. يعني عايز اقول لك ان كانت طاقته موجهه للابداع مش للاتجار بالابداع. وعمر ده ما قلل حب الناس ليه، يعني عدم ظهوره في برامج تلفزيونيه وتقديم برامج وكده، ده عمره ما قلل من حب الناس ليه، بالعكس. لا، لانه محمود ما كان يعني اصل البرامج هتتكلم عن حياتك الخاصه ومعاركك ومين عايز تقول عليه كلمه، هو ما كانش له في السته دي خالص. هو رجل عاشق الفن وودى عمره للفن، والمقابل العظيم ان الناس كمان ادت له حب بلا حدود. محمود حصل من الشعب المصري والعربي كله على مشاعر حب بلا ضفاف. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الناقد الفني الاستاذ طارق الشناوي، يعني اوجست ولخصت هو فنان لم يعتمد على وسامته، ولما جات له الفرصه في ربما انا كنت اول مره اعرف المعلومه اللي قالها استاذ طارق الدين، هو لما رشحوه لاول بطوله ليه كان لانه كان حسين فهمي سابقه بكذا سنه، فكان بدا يعلي في اجره فاختاروه لوسامته كمان لانه وسيم. لكن الفنان الحقيقي المبدع هو الذي لا يعتمد على الشكل الخارجي، يعتمد على الموهبة وعلى الأداء وعلى الصدق وتوصيل أحاسيسه للناس، وده اللي عمله محمود عبد العزيز. وعشان كده أول بطولة لي دي كانت الفاصلة ونقطة الانطلاق لي ووصوله إلى قلوب عشاء ومحبيه في مصر والوطن العربي. كل التعازي طبعا بقدمها لأسرته كلها والأولاد ومحمد وكريم، ولزوجته وصديقتي الغالية الإعلامية بوسي شلبي، بعزيكي من قلبي يا بوسي، وربنا يصبر قلبك وقلب ولاده وقلب كل أسرته ومحبيه وقلب كل عشاقه في الوطن العربي. فقدنا محمود عبد العزيز، والحقيقة أنه في لقطات كده بلقاء يعتبر نادر إلى حد ما، كان فيها ما بين جلسة لكلام لدردشة لدندنة ما بين ثلاث عمالقة، أحمد زكي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز، كانت زي قاعدة أو دندنة في مسرح. هنشوف منها لقطات لتلات عمالقة، والتلاتة مشيوا، التلاتة مشيوا زي ما كلنا هنمشي. رحم الله محمود عبد العزيز. وتحية كبيرة أوي لابن اسكندرية والحائز على جائزة التمثيل الأولى محمود عبد العزيز. محمود تعالى انت هنا اذا سمحت عشان تعالى. الحاجة الحلوة حقيقي في المهرجان السنة دي ان ايه كل الافلام وكل الطر اللي اتقدمت من الفنانين النجوم، يعني كل دور الحقيقة يستاهل 20 جايزة. يعني والحلو ايضا ان كل اللي ما خدوش جايزه وهنوا محمود عبد العزيز بروح حلوه جميله جدا، منهم مثلا دور فناننا الكبير نور الشريف في فيلم الصرخ. نور أدواره المتعددة في تاريخه وسجله كلها جوائز، حتى لو ما كانتش جوائز فالجوائز دائما جوائز، جائزة الجمهور. يعني نور إذا سمحت تيجي تهني محمود عبد العزيز عشان إيه نبقى روحنا حلوة كده زي بنشوفهم في توزيع جوائز أوسكار. أتليست أنا بضمن إن نجوم الرجال ما بينمسوش على بعض زي السيدات. وأحمد زكي فناننا العظيم أيضا دوره في الراعي والنساء. بصوا بقى شوفوا، تعالى كده جنب التعالى.
اهو ولا حد مبوس ولا لان ايه المساله دايما فيها كده. لكن الجايزه دايما بتبقى جايزه الجمهور، ادي ثلاثه كبار حلوين وبيحبوا بعض.